كمن يكتشفون كنزا ثمينا في لحظه ياس، اكتشف اليمنيون جوانب مبهره وماثر جديده من حياه الشيخ الزنداني بعد لحظات من رحيله ظلت غائبه عنهم وان شئت قل مغيبه. اما انا فقد رددت على ذلك ان هذا كذب محض وافتراءات. شيئا فشيئا ينجلي الغبار وتتضح الحقيقه ويتبين زيف الدعايه التي طبخت في مطابخ المخابرات ووضع مقاديرها خبراء في دكاكين الصحافة الصفراء وصيغت بأقلام مأجورة ولاكتها ألسنة حداد طيلة عقود من الزمن في الأمس شيع اليمنيون فقيدهم إلى قلوبهم حيث مثواه الأخير وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصوره فثارت حفيظة الناقمين وبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وفي الأمس أيضا تعرف اليمنيون على ملامح جديده في شخصيه شيخهم الذي لا يجهلونه اصلا واتضحت لهم صوره ناصعه ما كانوا ليخطئونها وان اغمضوا اعينهم لولا حملات التشويه وحفلات الاساءه للشيخ الراحل ذهب الزنداني الى ربه متخففا من كل الاحقاد والضغائن وبقي خصومه او من يلعبون معه دور الخصومه مثقلون بكل ذلك وكيف لا يكونون كذلك وقد كانت ولا تزال شتائمهم وإساءاتهم للزنداني مصدرهم الوحيد للإقتيات وسبيلهم للعيش السهل ولو بعد موته